تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله هذا اليوم بزيارة سلاح الجو الملكي البحريني. فلدى وصول موكب جلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله إلى قاعدة عيسى الجوية، كان في الاستقبال معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وسعادة وزير شؤون الدفاع، وسعادة رئيس هيئة الأركان، وقائد سلاح الجو الملكي البحريني. وقد تشرف عدد من كبار الضباط بالسلام على جلالته. وتفضل جلالة الملك المفدى القائد الأعلى بتفقد طابور العرض الذي اصطف لتحية جلالته. سيدي حضرة صاحب الجلالة، يتشرف قائد سلاح الجو الملكي البحريني اللواء الركن طيار حمد بن عبد الله آل خليفة بإلقاء كلمته بهذه المناسبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. سيدي حضر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين، قائدنا الأعلى حفظكم الله ورعاكم، باسمي ونيابة عن أبنائكم منتسبي سلاح الجو الملكي البحريني أرفع إلى مقامكم السامي عظيم الشكر والامتنان على تشريف جلالتكم بهذه الزيارة الميمونة. ففي ظل هذه الظروف المعقدة والأزمنة الصعبة التي ضاعت بينها العهود والوعود، جاءت توجيهات جلالتكم السامية بالمشاركة في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل، والتي قادتها بكل كفاءة واقتدار الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وذلك لإعادة الشرعية للجمهورية اليمنية وحكومتها المعترف بها دوليا. سيدي حضرة صاحب الجلالة، لم تكن هذه المشاركة لتتحقق لولا دعم جلالتكم المستمر والمتواصل خلال مسيرة سلاح الجو الملكي البحريني على مدى 40 عام من عمر السلاح، والذي وضع جلالتكم بذرته الأولى، وقد أثمرت نخبة من أبنائكم رجال البواسل الذين صادقوكم العهد من بعد الله سبحانه وتعالى، وما زالوا يقاتلون في ساحات العمليات حتى هذه اللحظة. سيدي حضرة صاحب الجلالة، إن مظلة دول مجلس التعاون الخليجي قد بلغت مراحل من التقدم في المجال العسكري، فشملت الإسناد والدفاع عن الحقوق العربية، والتي أثمرت من خلالها تشكيل التحالف العربي ثم التحالف الإسلامي. ولقد كانت توجيهات جلالتكم السامية مع أخوانكم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي المتعلقة بتطوير الجيوش دول مجلس التعاون كي تصل لأعلى مستويات التكامل الدفاعي، وذلك بتوفير أحدث المنظومات والأسلحة ثم متابعة التدريبات والمناورات بين الجيوش الخليجية، قد أسهم في النجاح الباهر الذي حققته عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل والتي نشهد اليوم مراحلها الأخيرة. إن هذه العملية أكسب سلاح الجو الملكي البحريني الخبرة الكبيرة وأعلى الجاهزية القتالية، والتي هيئت أبنائكم لأي واجب تأمرون جلالتكم بتنفيذه مستقبلاً. واسمحوا لي يا سيدي قبل الختام أن أتقدم إلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالشكر الجزيل وعظيم امتنان لاهتمامه ومتابعة سمو حفظ الله لأبنائه مرتب سلاح الجو الملكي البحرين. كما نتقدم إلى سيدي صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد بن سلمان آل خليفة القائد العام لقوات دفاع البحرين بجزيل الشكر على توجيهات معاليه ومتابعة أبنائه اليومية خلال سير العمليات. ختاماً ندعو الله العزيز القدير أن يتقبل شهدانا ممن قضوا نحبهم دفاعاً عن الوطن الغالي بواسع رحمته، وأن ينصر أبنائكم المرابطين في ميدان العزة والكرامة، شاكرين جلالتكم منحنا هذه الفرصة للمثول أمام جلالتكم، مبتهلين لله العلي القدير أن يمدكم بالصحة والعافية وأن يطيل بأعماركم ويبغيكم ذخراً لهذا الوطن الغالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي حضرة صاحب الجلالة، يتشرف الآن الوكيل الأول هشام أحمد الشروقي بإلقاء قصيدة شعرية بعنوان في الأفق. في الأفق لاحت تباشير السعد، ثم بدت شمس المعزة على الوعد، وفي سلاح الجو صار اليوم عيد، عيد شوفت راعي الفرحة حمد. في الأفق لاحت تباشير السعد، ثم بدت شمس المعزة على الوعد، وفي سلاح الجو صار اليوم عيد، عيد شوفت راعي الفرحة حمد. في الأفق اسمه خيوط من ذهب، للثريا سابق النجمة وصعد، بالولا ثم العطاء والتضحيات اسم بو سلمان والعالم شهد. ويوم نادانا المنادي للنفير وانتخى منه على الفزعة حشد، بالكرامة والشهامة والعلا
لبت البحرين والكل لاتحد. حتى في الأخبار قالوا عن جيوش بين كل الجند الأقوى الأشد. قلت بو سلمان قايد للعلا وللبطولة والمراجل والجلد. الشهادة هي لنا أسمى طموح، والكرامة مبتغانا للأبد. ما نبي الإعجاب، ما نبي الإعجاب، بل نبغى الشموخ. هذا ما بغانا ولا غيره بعد. ارتقينا فوق هامات الجبال وامتطينا عاديات تستعد، ثم دحرنا حنا واخوان لنا اللي شاف الهول منا وارتعد. ما درى من وين ياتيها الجحيم، ذاك من اسود وجهه من الحسد. ما بقى منه ولا شر ونقير، انتهى وبعونة الفرد الصمد. حنا مع اخواننا رابطة حزام، حنا مع اخواننا ذخر وسند. مقتدين بقادة شم عظام، مهتدين بحكمة العاهل حمد، مهتدين بحكمة العاهل حمد. ثم تفضل جلالة الملك المفدى القائد الأعلى بمنح الأوسمة التقديرية لعدد من ضباط وضباط صف وأفراد سلاح الجو الملكي، تقديرا لهم على قيامهم بواجباتهم السامية على أكمل وجه وما يوكل لهم إليهم من مهام وطنية مشرفة. هذا وقد أشار جلالة الملك المفدى القائد الأعلى أيده الله بمواصلة الرجال البواسل من سلاح الجو الملكي البحريني، مشاركتهم مع إخوانهم من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين بالتكاتف مع أشقائهم من قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة دفاعا عن الشرعية والعدل في الجمهورية اليمنية الشقيقة، والمساهمة في تقديم الإغاثة الإنسانية ومد يد العون لشعبها العزيز كواجب أخوي نابع من تقاليدنا العربية وعاداتنا البحرينية الأصيلة. وقال جلالته رعاه الله إن هذه المهمة النبيلة هي استمرار لمساهمات رجال سلاح الجو الملكي البحريني البواسل في العديد من المهام السامية التي شاركوا فيها مع الدول الشقيقة والصديقة دعما للأمن والسلام في المنطقة تحت مظلة الأمم المتحدة، مقدرين لرجال سلاح الجو الملكي البحريني البواسل ما أبدوه من كفاءة عالية وعزيمة صادقة لأداء الواجب على الوجه الأمثل ومواجهة المخاطر بشجاعة فائقة، رافعين راية وطنهم شامخة في كل الواجبات التي توكل إليهم. فهم موضع تقديرنا واعتزازنا دائما، مؤكدا جلالته الحرص على استمرار تعزيز منظومة الطيران بسلاح الجو الملكي وتزويده بأحدث الأسلحة والمعدات المتطورة ضمن خطط تطوير مختلف أسلحة قوة دفاع البحرين، مواكبة لما أبداه رجالها البواسل من التعامل بكل كفاءة مع علوم العصر وتقنياته الحديثة بكل اقتدار للقيام بواجبهم المقدس للدفاع عن مسيرتنا الوطنية الظافرة التي تشهد المزيد من التنمية والرقي في كافة المجالات. متمنيا جلالته لجميع رجال سلاح الجو البواسل دوام التوفيق واستمرار النجاح.
سلام سيدي، حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، سلام. قف. اليوم زيارة سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى لقادة عيسى الجوية والتقاء بأبنائه مرتب سلاح الجو الملك البحريني حقيقة مناسبة مفرحة لجميع منتسبي سلاح الجو. زيارة جلالة الملك هي دائما يعني مرتقبة، ففرحتنا حقيقة لا توصف بهذه الزيارة بحكم أن سيدي صاحب الجلالة هو الطيار الأول وهو قدوتنا وهو قائدنا، هو احنا نقول انه هو قائد تشكيلنا كذلك. فحقيقة انا بنيابة عن مرتب سلاح الجو من ضباط وضباط صف وافراد اقدم جزيل الشكر وعظيم الامتنان لهذه الزيارة الكريمة من لدن سيدي صاحب الجلالة اللي حقيقة افرحتنا فرح لا يمكن وصفه، ونتمنى له طول العمر وصحة، ونتمنى ان احنا دائما نلتقي معاه الله يطول عمره بصحه وسلامه ان شاء الله. في هذه المناسبه الطيبه اشكر سيدي صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه، وما هو الا هذا الوسام الا وهو وسام على صدورنا، وهو شرف لنا بمصافحه سيدي صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه حفظ الله ورعاه. قدم بجزيل الشكر لسيدي صاحب الجلالة قائدنا الأعلى على تشريفنا في قاعدة عيسى الجوية، والشكر موصول لسيدي القائد العام وسيدي قائد السلاح وزملائي منتسبين السلاح، وإحنا على طول يعني في أتم الاستعداد لتلبية نداء الوطن. لا شك أن بهذه المناسبة وهي السلام على سيدي صاحب الجلالة القائد الأعلى لقوة الدفاع البحرين واستلام الوسام لهو فخر لنا وتشريف لنا. بلا شك أن زيارة سيدي عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى لسلاح الجو الملكي البحريني إنه ليوم سعيد على جميع منتسبي سلاح الجو، وهذا ليس بغريب على عاهل البلاد أن يكرم منتسبي قوات الدفاع البحرين في مثل هذه المناسبات.